أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال رجل من المسلمين: أنا أعلم أن الربا حرام ولكني لن أتركه، ولم يصرح بالاستحلال، فهل يكفر بقوله لن أتركه إذا أصر على أكل الربا؟ وهل يكون لا يكفر حتى يقول أنه حلال؟ إذا قال أنه حلال أو اعتقد أنه حلال يكفر، أما إذا أخذه وهو يعتقد أنه حرام لكن غلبه الطمع وشهوة النفس، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة عظيمة توعده الله بوعيد شديد. نعم.